وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عراس هرادة، الرئيس السابق لفريق مولودية العلمة والعضو السابق كذلك في الرابطة. سيدي، العديد من اللاعبين الجزائريين يعانون في الآونة الأخيرة في البطولة التونسية، هل تعتقد أن هذا راجع إلى تراجع لمستواهم أم أن الأمر مدبر لدفعهم خارج البطولة التونسية؟ مساء النور الأخ عزدين، مساء النور لمشاهديك الكرام. واضح جدا أنه العلاقة بين اللاعبين الجزائريين المتواجدين في البطولة التونسية والجمهور التونسي على الخصوص، نعم، بدأت في التوتر منذ المقابلة النهائية اللي فازت فيها الجزائر في قطر بمناسبة كأس العرب. بدأت في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بعد انتقلت العدوى للصحافة التونسية، وبعدها ولينا نسمعوا تصريحات للمسؤولين التونسيين من هنا وهناك، وكأن الإخوة التوانسة تراجعوا ندموا في القانون تاعهم اللي يسمح للجزائريين أنهم يمضيوا في البطولة التونسية على أساس على اعتبار أنهم ليسوا أجل. نعم، واضح جدا الأخ الكريم أنه في البداية كانوا يعتقدون أن اللاعبين الجزائريين اللي مضوا في البطولة التونسية يعاملون كتونسيين في حالة وجود مثلا نزاعات ولا قضاء، يلجأوا للقضاء التونسي ولا المحكمة تفضل النزاعات التونسية. لكن بعد صارت لاعب ولا اثنين مشاو للفيفا، والفيفا قبلت الملفات تاعهم، لهنا الإخوة التوانسة عرفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبير وخطأ جسيم، اليوم يحوسوا يصلحوا الأوضاع ويحوسوا يعودوا للوراء. يعني أنه هذا السبب هو السبب الرئيسي وراء تغيير عقلية الأندية التونسية بعدم اعتمادها ربما مستقبلا على اللاعبين الجزائريين؟ تقريبا أنه كان في بالهم أن القانون هذا يخلي اللاعبين الجزائريين في حالة منازعات، ما في حالة وجود لتيج أنهم يلجؤوا للقضاء التونسي، لكن تعين أنه الفيفا اعتبرتهم لاعبين أجانب كيفهم كيف الأفارقة اللي راهم ينتدبوا فيهم، وعلى هذا الأساس فهموا الإخوة التوانسة أنهم ارتكبوا خطأ ويحاولوا يصلحوه، لكن المفروض ما يتصلحش. للأسف فأنا الأمس كنت نسمع في بلاطو تلفزيون كان لاعب الدولي المعروف زياد الجزيري كان ينتقد في لاعب بن عيادة بطريقة انتقامية ومتشرفوش كلاعب، وكان لاعب بن عيادة ارتكب خطأ في اللقاء تاع المستير وين أخرج البنود تاع العقد تاعو الإعلام اللي هي بنود سرية، وكان مفروض أنه الإخوة سيتعاملوا مع الأمر هذا بطريقة على الأقل تاع الأخوة اللي نعرفوها. نعم، الباقي تاع رمضان وحبهم يفطروا ما حبهم يفطروا، كانت مجرد أنا نعرف أنه في البطولة التونسية عندهم فتاوي من العلماء تاعهم أنه يوم المقابلة بإمكان اللاعبين يفطروا. اللاعبين تاعنا والله الجزائريين بصفة عامة عندهم رمضان مقدس، صحيح، حتى اللي راهم يلعبوا في أوروبا بالنسبة لهم هما لا نقاش في رمضان، حتى تجيب له أكبر العلماء تقول له أفطر ما يفطرش، نعم، لأنه هذه تربيتنا وهذه. لكن سيدي، البعض ربما من الجانب التونسي خاصة كما قلت من بعد نهائي كأس العرب في ديسمبر الماضي يتحدث وكأن اللاعبين الجزائريين لم يقدموا شيئا للبطولة التونسية، على الرغم من أن هؤلاء اللاعبين تم استقدامهم بمبالغ محترمة من الأندية الجزائرية نحو الأندية التونسية. لا بالعكس، هم باش نتفاهموا احنا، نعم، بالنسبة لنا اللاعبين الجزائريين مهاريين أحسن من التوانسة بكثير، لكن احنا المشكل تاعنا عند اللاعبين الجزائريين أنهم في التحضير الفيزيك ناقصين شوية، ولما يوصلوا في بداية الأمر ما يزربوش يتأقلموا. أنا نتذكر حتى رزقي عمروش نهار مشى للنادي الإفريقي، حتى إبراهيم شنيحي لما مشى الإفريقي، حتى بالخيطر لما مشى الإفريقي كان البداية تاعهم صعبة لأنه هما عندهم
تحضير بدني اقوى علينا احنا. نعم. لكن مهارين اللاعبين تاعنا احسن كثير من التوانسه. المقياس هو نهائي تاع كاس العرب، لانه الاغلبيه تاع اللاعبين اللي فازوا بكاس العرب يلعبوا في البطوله التونسيه، وشفنا انه تقنيا كنا احسن منهم بشي بعيد. واللاعبين اللي مشاو لتونس سواء اللي ذكرتهم او اللي ما ذكرهمش، جمال في الروبورتاج تاعو، كاين بودرما في بنزرت، كاين هود جغمة في باجا، كاين كثير من اللاعبين اللي راهم تما في تونس مدوا البطوله التونسيه. لكن ربما هل بعد هذا الجدل الحاصل في تونس من خلال قانون اتحاد شمال افريقيا، هل تعتقد ان ربما مسؤوليه الكره التونسيه سيتجهون نحو الغاء هذا القانون الذي يعتبر لاعبين الجزائريين كذلك المغربيين وحتى المصريين ليسوا كلاعبين اجانب، هل سيتجه نحو الغاء هذا القانون؟ هو شوف الاخ عز الدين، في بدايه الامر لما صدر القانون هذا في تونس كنا تحدثنا، وانا كنت عضو في الرابطه، على انه احنا ثاني المفروض نلقاو صيغه تاع قانون اللي نحميو بها اللاعبين تاعنا، اللي المفروض اللاعبين تاعنا يمروا للفيدراليه الجزائريه قبل مرور البطوله التونسيه، لانه في حاله نزاعات كيما هذه راح تكون الفيدراليه الجزائريه عندها اطار اللي تقدر تحمي فيه اللاعبين تاعنا. لكن الواضح والواضح جدا انه القائمين على الاتحاد التونسي راحين يتراجعوا في القانون تاعهم هذا، لانهم بالنسبه لهم هما استفادوا تقنيا واستفادوا من اللاعبين الجزائريين، لكن الفيفا باقيه معتبرتهم لاعبين اجانب ما همش توانسه، وعلى هذه في حاله عدم سداد المستحقات تاع اللاعبين وفي حاله عدم توفر الاموال راح يكون نزاعات ما بينهم وبين اللاعبين الجزائريين، وراح يعتبروا اجانب كيفهم كيف الافارقه ولا اللي راهم يلعبوا فيهم. لكن في المقابل نفس هذا القانون على ما اعتقد يضر كثيرا الانديه الجزائريه التي تخسر كل سنه أبرز لاعبيها في البطولة وتقدمهم كلاعبين جاهزين للأندية التونسية التي في نفس الوقت ستنافسها في رابطة أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية. لا، هنا المشكلة تاع الأندية الجزائرية اللي ما تعرفش تحفظ حقوقها بالنسبة للاعبين اللي تكونوا عندها. لو كان كاين لو كان المسيرين تاعنا يعرفوا كيفاش يسوقوا لاعبينهم، المفروض اننا اي انه اللاعب هذا عباره عن منتوج يلعب عندي. نعم. واذا جاب فائده ما، وهذا هو هذا هو النظام العالمي تاع كره القدم، اي لاعب نقدر نبيعه ونقدر نشري لاعب واحد اخر. المفروض الانديه الجزائريه هي اللي تحمي حقوقها واللي تعرف تتصرف في حالات تحويل لاعبها. أنا نظن أنه في الفترة الأخيرة كثير من الأندية الجزائرية استفادت ماديا ولو قليلا بالتنقل تاع اللاعبين للبطولة التونسية. أنا تمنيت أنه الاتحاد الجزائري كان يدير خطوة في ذاك الوقت، على الأقل لا كوميسيون دي ستاتي دي جوار تتحرك وتسن قانون أنه لابد من وجود شروط للخروج للبطوله التونسيه. نعم. أو اتفاق ما ثلاثي بين الاتحاد الجزائري والاتحاد التونسي واللاعب. نعم. اللي يبقاو اللاعبين تاعنا عندهم مظهر يحميهم وعندهم اطار يرجعوا ليه في حالات كما رانا اليوم. نعم. عرس هرادة، على الطرف الاخر، هل تعتقد مثلا انه لو يتم تطبيق هذا القانون على مستوى البطولة الوطنية من خلال عدم اعتبار اللاعبين التونسيين كلاعبين اجانب، هل تعتقد ان الاندية الجزائرية من خلال جميع المشاكل التي تمر بها بامكانها استقطاب لاعبين في المستوى سواء من البطولة التونسية المغربية وحتى المصرية؟ لا، في تاريخيا احنا اللاعبين التوانسه قليل وين نجحوا في الجزائر، لانه اني اعطيتك في بدايه التدخل تاعي الفرق بين اللاعب الجزائري وبين اللاعب التونسي. الجزائري تقني اكثر منه بدني، والتونسي بدني اكثر منه تقني. على هذا مروا اللاعبين في البطوله الجزائريه لكن ما خلاوش اثر كبير.
والجمهور الجزائري وجمهور كرة القدم في الجزائر ذواق للمتعة، ذواق للفنيات. ما نظنش أنه اللاعبين الجزائريين اللاعبين التوانسة راح يلقاو صوب في الجزائر. لكن على مستوى هيكلة الأندية، بعيدا عن الفرديات والتقنيات التي يتمتع بها كل لاعب، هل الأندية الجزائرية من ناحية الهيكلة حاليا تستطيع أن تستقطب لاعبين في المستوى من بطولات أخرى؟ طبعا احنا نشوفوا الأندية اللي راح تتصدر المشهد، وكما نسميها احنا أندية الشركات، راح تستثمر سنويا أموال كبيرة بإمكانها أنها تستخدم لاعبين سواء مغاربة ولا توانسة ولا من إفريقيا ولا حتى من أوروبا اللي يقدروا يطوروا المستوى تاع البطولة الوطنية. وإن كان نعود نرجع ديما للقوانين تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي نظن وأنا اللي كنت قريب منهم أنها ناقصة بالبزاف، لازمنا مشروع قانون اللي يحمي الأندية الجزائرية ويحمي اللاعبين ويحمي اللعبة ويحمي كل شيء. مستقبلا إذا كان بغينا نطور كرة القدم الجزائرية لازم نعود نديروا إعادة نظر في الإستاتي كامل وفي التعريف تاع اللاعب، في التعريف تاع المدرب، في التعريف تاع المسير. نعم، لماذا عرس الردى في اعتقادك وأنت قريب جدا من اللاعبين وقريب كذلك من مختلف مسؤولي الكرة في تونس، لماذا يفضل اللاعب الجزائري البطولة التونسية؟ ما الذي ربما تقدمه هذه البطولة لهذا اللاعب الجزائري ولا يجده ربما في البطولة الوطنية؟ باش ما نكذبوش على رواحنا، احنا الأندية التونسية متطورة علينا احنا بشي بعيد تنظيميا، في الهيكلة، في التنظيم، من ناحية الأموال، من ناحية سبونسور، من ناحية ما البطولة التونسية بكل صراحة أقوى بكثير تنافسيا من البطولة الجزائرية. وأي لاعب اللي مشى للبطولة التونسية استفاد ماديا واستفاد على تطوير مستواه من الجانب الشخصي. والأمثلة كثيرة منذ القدم، يعني من بالك أول واحد نتذكر أنا مشى البطولة التونسية كان رزقي عروش، مشى من بعده بوطالب ودواليك اللي مشاو لتونس سواء المدربين ولا لاعبين طوروا مستواهم ونجحوا في البطولة التونسية. نعم، عرس هرادة الرئيس السابق لفريق مولودية العلمة، شكرا لك على هذا التدخل وعلى تفضل. نعم، بودي فقط نتمنى الشفاء من خلال قناتكم الصديقي حمزة بركاوي، وإن شاء الله إن شاء الله طهور إن شاء الله، ونعود نولي للموضوع تاعنا في ثانية، أنه في البطولة اللاعبين تاعنا يمشيوا للبطولة التونسية لأنه كثير من المدربين يخدموا في الخليج التوانسة عكس نعم. الجزائر مع الخارج، إذا لاعب كانت عنده إمكانيات وكان طور مستوى في البطولة التونسية أكيد أنه أي مدرب يمشي للبطولات الخليجية اللي فيها أموال وفيها نعم. إمكانية كبيرة راح يعرضوا البطولة الخليجية وراح يساعدوا في التنقل على الأقل للسعودية ولا الكويت ولا الإمارات ولا نعم. القطر. عرس هرادة كما قلت الرئيس السابق لمولودية العلمة، شكرا لك على تدخلك معنا، ومن خلالك بطبيعة الحال نتمنى الشفاء لزميل حمزة بركاوي الذي يمر بوعكة صحية.